على ام اف ام. وبقي معكم على اذاعه ام اف ام في ستون مع ليمبو ناين. المبوق ليمبو ناين. الوغ خويا ايمن دابا وصلنا لواحد تشالنج اللي غادي نبدلو فيه ليمبو ناين ونبدلو فيه الهضره ديالنا بحال هكا وغادي نلبسو داكشي القديم وغادي نبداو نهضرو باللغه العربيه الفصحى. تشالنج فيه 5 دقائق كنهضرو فيه غير باللغه العربيه الفصحى. واو مستعد خلينا وخا اللغه العربيه اللي خاصها تكون في الاصل. نتمنى وترون بلاصي لونجلي من القدام وغاتكون اللغه العربيه في الاصل كره دابا خدامه مع كاظم السعيد. الوغ غادي نبداو. ايمن مرحبا بك في إذاعة MFM. شكرا على استقبالكم. شرف كبير أن نستقبل شاب موهوب مثلك. شكرا جزيلا. ما رأيك يا إنه نبيل؟ مثبت. إنه مثبت في اللغة العربية. يظهر بعقله. بعقلي باللغة العربية ليس كاللغة الفرنسية يختلف. لا أتكلم فرنسي. أنا لا أتكلم فرنسي. لماذا؟ هل هو اختيار؟ لا أنا لو أحب اللغة الفرنسية. أنت لم تقرأ. لا أعشق اللغة الإنجليزية. وأين ذهبت قفشات اللغة الإنجليزية في هذا التحدي؟ لأن التحدي فرض علي أن أتكلم اللغة العربية. مريم ما رأيك اقترحي موضوعا ما نتحدث فيه باللغة العربية مع أيمن الشاب الموهوب؟ فلنتحدث قليلا عن المدن التي أو الأحياء الشعبية التي زرتها. يوجد فيها روابا والتقيت الروابون الروابة. شكرا. تعجبني سلسلتك. إنها من الزمر. خصوصا تلك الإشارة. تلك الإشارة إنه البارود. نعم سلاح. هذا سلاح المفضل لدي. أخي أليمبو 9. نعم. من أي حي يعجبك في الروابب؟ أين اخترت الروابب الممتازون؟ الممتازون الروابب في حي الولفة. هناك أين يوجد 21 طش والسبعة كيرة. وما هي المدن التي تفكر في زيارتها؟ أفكر في زيارة مولاي يعقوب. لاس فيغاس. أين تقع لاس فيغاس؟ إنها المدينة التي يتواجد فيها البراد باريت والفنانون الكبار. تلك التي اكتشفها الأمس بالأمس كريستوف كولومبوس. ماذا يعجبك في تلك المدينة؟ يعجبني كل شيء. الأضواء. إنها تفوتنا بسنوات ضوئية. ماذا؟ تفوتنا بسنوات ضوئية. هي متطورة عنا. متطورة عنا. عن المغرب. بكثير. عن المغرب. ولكن الراب بالمغرب متطور عنا. غير هذا. أنا أعرف جيدا. نعم. هل الفتيات؟ لا. حرام. لا نفعل المحرمة. المنتشي الكذاب. لا. أعوذ بالله. يقولون أنهن يلبسن لباسا جميلا. لا أقول جميلا. غير هذا الذي نراه هنا. لا أنا غير هذه الدرهم. نعم. مريم في أمريكا ستكون دولار. ستلبس الأخضر. أرجوها. ألا يلبسون الدنانير؟ قل لي يا سيد يا منتشي. ما رأيك في أسماء الروابب هنا في المغرب؟ موضوع جيد. السيد الكبير الكبير ليس الغليظ. الكبير نعم هو كبير. وعندنا الإكس الصغير. الصغير جدا. الرقيق جدا. ما رأيك في الروابب السبعة؟ السبعتون. إنه شاعر مهجرف. السبعتون. هناك أيضا مغني آخر المخدر. نعم المخدر. أنت المخدر. لا هو المنتج. مغني آخر معروف. أنا لست مخدر. الحلوى.
تصغير الحلوى تصغير للحلوى لا هو تصغير للحلوى حليوى لا حليليوى في التصغير حليليوى حليليوى نزيد الياء نعم حليليوى عند التصغير من فضلك ما رأيك في الراب أو الشاعر الروابي هكذا نقول الغير معروف الغير المعروف نعم نعم إنه غير المعروف شاعر نعم. شاعر إنه شاعر شاعر عربي نعم وماذا عن مغني الراب الأسنان الديزي أسنان نعم إنه أسنان نعم أنا مشتبع له مشتبع كبير متتبع للأسنان الأسنان نعم وما رأيك بأختك أختي الشاعرة أختي الشاعرة أيضا شاعر الكبير طوطو الكبير جدا طوطو طوطو نعم يتبنى مجموعة باء نون جيم باء نون جيم نعم. مدينة باء نون جيم هي مجموعة ممتازة لقد صورت فيها نعم مجموعة الموت حلقة فيها تيبي مازيمبي نعم هي مجموعة ممتازة ممتازة تلك الحلقة الكبير توتو غنى معك غنى معي لقد شرف بنا ستكون كلكم متفقون معي أننا كلنا نحب ربروب واحد هو أخينا المسلم الله لا نحن نحب جميعا لكن المسلم إنه مسلم مسلم الله عليه أخي المسلم لقد اختفى لقد اختفى مسلم أين مسلم يطير مع الصقور لا لقد اعتزل الشعر اعتزل الشعر لقد تشبث بالأمل تشبث بالأمل وطار مع الصقور حسنا وما رأيك الآن بدواء الرأس دواء الرأس إنه شعر ممتاز شعره إذا كنت مريض بالرأس تصبح بخير بخير وماذا عن مجموعة الفوانيس فوانيس يغنون عن القطط أيتها القطة لماذا لم تأتي وتشربين معنا أتاي فلا أنا فوانيس يغنون على السيدة منانة يغنون عن الحناء قديم قديمون نحن نرى إلى الأمام ومجموعة ماذا وقع أصلا قديمون أيضا قديمون ومجموعة الذين يرون ألا الذين يرون لقد تفرقوا كل واحد يرى في جهة يا دراري تفرقوا للأسف وماذا عن الحزين الحر حزين الحر ذاك الفتى يبكي في جميع أغانيه والله فقد يصيبون بالإكشئاب أتعلم شيئا هو من جعل الفتيات يحب نرى عظيم شأنه وماذا عن الأحمق السيد أحمق الأحمق من الشواقر هو من تعرف وسيد الشواقر إنه شاقور إنه شاقور أحسنت بالفعل إنك تتقن اللغة العربية نعم ولكن يجب علي أن نظارتك لا تقول هذا نظارتك تقول أنك إنجليزي أو من أين لك بها؟ هذه النظارات قصتهم نعم نريد أن نعرف غريبة نعرف بفضل هذه النظارات أحدد الصرع عندي رادار عندي رادار عندي رادار هنا في النظارات لقد انتسى تحية كبيرة للمبوق على MFM